بسم الله والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. مع ازدياد حاجة الناس للطاقة الشمسية للأسباب المختلفة، يحتاج الناس لبنك بطاريات لعمل النظام، وبالذات التي ليست مرتبطة بالكهرباء المحلية. وهنا سوف نلقي الضوء على بعض المعلومات التي يحتاجها المهتمين، مثل أنواع بطاريات الطاقة الشمسية، وما هو أفضل نوع من هذه البطاريات، وما هو الفرق بينهم من حيث الكفاءة والتشغيل، وحاجة البطاريات للصيانة الدورية، ومدى سنوات العمر الافتراضي للبطاريات، وأخيرا وهو المهم كم التكلفة. وسوف نركز على الأنواع الثلاثة الرئيسية المتوفرة في الأسواق، وهي بسم الله نبدأ بالنوع الأول، بطارية حمض الرصاص السائل، وهي تقريبا نفس بطارية السيارات ولكن تختلف في تركيبتها الداخلية، حيث أن بطارية السيارة تعطينا طاقة قوية في البداية لتشغيل السيارة، ونلاحظ أنه مع محاولة تكرار تشغيل السيارة تضعف البطارية شيئا فشيئا حتى تنفذ الطاقة الموجودة فيها، بينما بطارية الطاقة الشمسية تعطيك طاقة بشكل قليل ولفترات طويلة، ويسمونها الدورة العميقة أو الديب سايكل. والنوع هذا من البطاريات تحتاج إلى الصيانة الدورية ومتابعة نقص سائل البطارية وتعبئتها باستمرار، مع ضرورة وجود تهوية جيدة في مكان البطاريات لمنع تركز غاز الهيدروجين، وهو غير ضار لكن تركيزه بشكل عالي قد يتسبب في الاشتعال لا قدر الله. ضرورة إزالة الترسبات الداخلية التي تؤثر على أداء البطارية شهريا من خلال إجراء ديسلفيشن والأكواليزيشن، وهي شحن البطارية بأكثر من طاقتها القصوى في فترات زمنية معينة، مثلا مرة كل شهر، وذلك للمحافظة على كفاءة وعمر البطارية. ويمكن بعض محولات الشحن القيام بهذه العملية من خلال برمجتها على ذلك. النوع الثاني اللي هو بطارية حمض الرصاص الجافة، Fast Regulated Lead Acid Battery، وهي تقريبا نفس البطارية الأولى، ولكن تم معالجة وتحويل السائل اللي بداخلها إلى جل، ويوجد منها عدة أنواع. اللي يهمنا اللي هو الجل باتري، اللي هو معروف ومستخدم في الأسواق العربية، والنوع هذا ممتاز جدا إذا استخدم في نظام مرادف مع الكهرباء المحلية، مع الشبكة المحلية اللي يسمونها الأونغريد. في حال انقطاع الكهرباء يكون هذا نظام مساند يشتغل إذا ما في طاقة محلية، وفي الحالة هذه ممكن تكون النوع هذا أكثر جدوى وأكثر فائدة، والعمر البطارية ممكن يمتد من 10 إلى 12 سنة في حال عدم الشحن والتفريغ اليومي. النوع الثالث بطارية الليثيوم أيون باتري، وهي الأفضل والأكثر جدوى اقتصادية لنظام طاقة شمسي أوف جريد، يعني غير متصل بشبكة الكهرباء المحلية، أو في مكان في مزرعة أو في مكان ما في كهرب يعني، ويتم بناءه والتخطيط له ليعمل لسنوات طويلة مع الشحن والتفريغ اليومي. في الحالة هذه فأن هذا النوع من البطاريات يعتبر النوع المثالي لمثل هذه الحالة، خصوصا أن بطاريات الليثيوم ما تحتاج صيانة، وقد يمتد عمرها من 15 إلى 20 سنة ويمكن أكثر. نجي الجدول المقارنة بين البطاريات، ونبدأ بدورات التشغيل. بطارية حمض الرصاص السائل ممكن من 1000 إلى 1500 دورة تشغيل، يعني تفريغ وشحن يومي، ممكن تعطيك 5 سنوات عمر بإذن الله تعالى. بينما الجل باتري أو البطارية الرصاص الجاف هذه من 1500 إلى 2500 دورة تفريغ وشحن، وممكن عمره يمتد إلى 7 سنوات. أما بطارية الليثيوم فممكن من 3000 إلى 5000 دورة تشغيل، وتعطيك 15 سنة أو أكثر، يمكن الله أعلم مع التشغيل اليومي.
الكفاءة، بالنسبة للكفاءة بطارية الحمض الرصاص السائلة تعطيك 80% فقط، بمعنى أنك لو شحنتها 100% حتعطيك تقريبا 80% من الشحن، بينما في بطارية الرصاص الجاف ترتفع النسبة إلى 90%. أما بطارية الليوثي ما شاء الله فممكن أن تعطيك إلى 98%. نجي للتكلفة المادية، فبطارية حمض الرصاص السائل هي الأقل سعرا تقريبا. بطارية حمض الرصاص الجاف يمكن يكون سعرها ضعف سعر الأولى، أما الليثيوم فهي الأغلى وممكن سعرها يكون من 4 إلى 5 أضعاف سعر البطارية الأولى. وتعمدنا أن ما نحط أسعار محددة للاختلاف، لأنه الأسعار تختلف من بلد إلى آخر، لكن في المجمل تقريبا حتكون كذا هذه تركيبة الأسعار حقتها. الصيانة بالنسبة للحمض الرصاص السائل تحتاج إلى صيانة دورية وتهوية ومتابعة السائل وتعبئتها بالسائل، بالإضافة إلى إزالة الترسبات الداخلية التي قد تعلق بالبطارية من خلال شحنها بأكثر من طاقتها للمحافظة على عمرها وعلى كفاءتها. بالنسبة لبطارية حمض الرصاص الجاف ما تحتاج صيانة، بطارية الليثيوم أيضا ما تحتاج إلى صيانة. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والتي حاولنا جاهدين تقديم كل ما يفيد، ونحن ننتظر دعمكم للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.